السفيران الأمريكي والروسي في عدن. هل تستفيد الشرعية من الدعم الدولي وتعزز من حضورها في العاصمة المؤقتة؟ وما حقيقة الموقف الدولي تجاه الوضع في اليمن في ظل تناقض بعض المواقف والتصريحات؟ أهلا بكم. من عدن قال السفير الروسي إن بلاده تدعم اليمن واستقرارها في إطار اليمن الموحد، وفي المقابل يلتقي نائب وزير خارجية بقيادة ما يسمى بالمجلس الانتقالي. في الوقت نفسه يتحدث السفير الأمريكي بلغة إيجابية تجاه الشرعية، بينما لم يصدر عنهم أي موقف جاد تجاه الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم. الأمر نفسه ينسحب على الموقف البريطاني الذي كان له الأثر المباشر في توقيف معركة الحديدة، بينما وزير خارجيتها يدعم الاستقرار في اليمن. مواقف متناقضة تثير التساؤل عن حقيقة التعاطي الدولي إزاء القضية اليمنية، خصوصا من الدول الدائمة العضوية مع الأزمة في اليمن. هل قدوم السفراء الأمريكي والروسي إلى عدن مقدمة لتعزيز نفوذ الشرعية في العاصمة المؤقتة، أم أنه حدث عابر؟ موقف سياسي مزدوج، هذا ما يبدو عليه الوضع في حالة العلاقة القائمة بين الدبلوماسية اليمنية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصا الولايات المتحدة وروسيا صاحبتي النفوذ الأكبر والمؤثر في المنطقة العربية. علاقة براغماتية صرفة تحكم مواقف الروس والأمريكان تجاه القضية اليمنية، ترتكز على حماية مصالح البلدين السياسية والاقتصادية غير آبهين بالكلفة الإنسانية الباهظة للحرب في هذا البلد الفقير والضعيف. تكشف الموقف المتناقض للسياسة الخارجية تجاه اليمن على وقع تداعيات المأزق السعودي في جريمة تصفية الصحفي جمال خاشقجي. مارست الدول الكبرى أسوأ حالة الابتزاز السياسي للتحالف في اليمن على حساب الملف الإنساني. بعد يوم واحد فقط من لقاء نائب وزير الخارجية الروسي بقيادة ما يسمى المجلس الانتقالي في موسكو استجابة لطلب إماراتي وفقا لبعض التسريبات، يقول سفير موسكو في أول زيارة له إلى عدن إن روسيا ستكون مع اليمن الموحد شماله وجنوبه. روسيا كان مع اليمن وروسيا سيكون مع اليمن جنوبا وشمالا، وطبعا يمن موحد. وبينما لا تنفك الحكومة اليمنية تحميل إيران مسؤولية دعم الميليشيا الانقلابية، تستخدم روسيا التي تعترف بالشرعية ممثلا للشعب اليمني الفيتو لإجهاض أي قرار أممي ضد النظام الإيراني. في الاتجاه المقابل تزعم الدبلوماسية الأمريكية أنها مع حل عاجل لإنهاء الحرب في اليمن لأسباب إنسانية، وفي نفس الوقت تواصل توقيع المزيد من صفقات بيع السلاح للتحالف. في الوقت ذاته يساوم المجتمع الدولي ممثلا بالدول الكبرى المؤثرة وفي مقدمتها أمريكا وروسيا وبريطانيا بالملف اليمني مقابل مصالح مع دول التحالف أكبر مستورد للسلاح في العالم. ولو وضعت التصريحات الأخيرة للسفيرين الروسي والأمريكي في السياق الإيجابي بالحديث عن قرب استئناف عمل سفارتي بلدهما في عدن، فإن من شأن ذلك تقوية حضور الشرعية في العاصمة المؤقتة وربما التسريع في عودة الرئيس هادي الذي طال غيابه. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور عادل المسني الباحث والمحلل السياسي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عادل. اليوم السفير الأمريكي في عدن والسفير الروسي بالأمس كان هناك لقاءات بالحكومة وتصريحات ومؤتمرات صحفية، كيف تتابع كل ذلك؟ في الحقيقة هناك تطورات هائلة في الملف اليمني. هذه التطورات يعني عكست نفسها في الآونة الأخيرة. هناك تصعيد خطير من قبل دولة الإمارات والميليشيات في المحافظات الجنوبية من خلال أيضا محاولة شرعنتها في المجتمع الدولي. هذا أثار حفيظة الشرعية، ورأينا الوزير يعني صرح بشكل واضح حول العلاقة الملتبسة مع الإمارات وفض هذه الشراكة،
واليوم طبعا السفير الروسي يحاول أيضا طمأنة الجانب الحكومي في هذا التصريح المهم الذي يؤكد أيضا على الحفاظ على الوحدة اليمنية والحفاظ أيضا على الشرعية اليمنية. كذلك أيضا السفير الأمريكي أكد على هذه النقطة بكل وضوح، وأكد أيضا على أن بلاده لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن، في إشارة إلى المجلس الانتقالي. هناك إجماع دولي حول دعم المرجعيات التي تدعم الشرعية اليمنية، وحول أيضا دعم الوحدة اليمنية والسلطة الشرعية في اليمن، وهذا ما أكد عليه السفير الأمريكي والروسي. أعتقد أن هذه إشارة مطمنة للحكومة اليمنية، خاصة وأن هذه الدولتين تحاول أيضا تطبيع الأوضاع وفتح يعني قنصلية في لبلدهما. يعني مثل هذه الخطوة هل نعتبرها جزء من تطبيع الأوضاع في عدن، خاصة يعني أنها متتابعة، أم أنها خطوات فردية لها دلالات مستقبلية؟ لا، أنا أعتقد أن السفير الأمريكي كان واضحا في هذه المسألة، وقال أن بلاده يعني تبذل جهودها في كافة الجهود لإنهاء الصراع في اليمن وإحلال السلام، وأيضا أن بلاده قلقة من تطور الأوضاع الأمنية، وأن السلاح يجب أن يكون حصرا على الحكومة اليمنية. وفي هذه إشارة مهمة أيضا إلى دعم الجهود يعني تفعيل دور السلطة الشرعية في اليمن، والتي تلقى اعتراض من قبل دولة الإمارات وميليشياتها في المحافظات الجنوبية. أعتقد أن هناك تصعيد خطير من قبل الإمارات، كان هذا التصعيد يتمثل في إرباك الموقف وإثارة يعني أزمات للشرعية في الداخل اليمني، من خلال أيضا يعني دعم الحراك والجنوبي في الانفصالي في عدن. وأيضا المحاولة الأخيرة والتي قالت روسيا يعني أنها كانت بإعاز من دولة الإمارات، والتي حاولت أيضا الإمارات من خلالها توجيه ضربة للشرعية ولجهودها في اليمن، من خلال أيضا إثارة هذه المشاكل والنزاعات إلى المجتمع، إلى الخارج والمجتمع الدولي التي أيضا يدعم يعني الشرعية في اليمن. وهذا قلنا ما عبر عنه بشكل واضح الوزير اليمني، والذي لاقى فعلا يعني استهجانا واستفزاز في السلطة الشرعية، وعبر عنه بكل وضوح السفير اليمني. وفي الحقيقة هو يتطلب إلى بلورة موقف سياسي جسور وشجاع لإنهاء التحالف مع دولة الإمارات، تماما كما فعلت الجيبوتي والصومال. واليمن ليس أقل شأنا من هذه الدول، حينما يعني يتعرض أمن وسيادة واستقرار أي بلد، فإنه يجب أن تتخذ إجراءات فورية في إنهاء هذه العلاقات التي قد تسبب كوارث لدور السلطة الشرعية ومكانتها ومستقبل أيضا وأمن واستقرار اليمن. نعم، إذن هناك من يتساءل عن دلالة زيارة السفير الروسي ثم الأمريكي على وجه التحديد، يعني هناك من يجد أن هناك سباق أمريكي روسي على النفوذ في عدن، ما رأيك؟ في الحقيقة هذا السباق ليس فقط في اليمن، وإنما في المنطقة يعني واضح، يعني أنه روسيا تحاول استعادة دورها الإمبراطورية السابق، وهذا واضح من خلال التحالفات الإقليمية والتدخل أيضا في الشأن السوري والتحالفات أيضا مع إيران وتركيا. وبالتالي روسيا أصبحت فاعل دولي مهم في قضايا المنطقة، وأعتقد أنه فشل التحالف في يعني حسم مسألة الصراع في اليمن وتحويل اليمن إلى ساحة التدخل الإقليمي والدولي، هو مكن روسيا أيضا من لعب دور في اليمن. ورأينا أيضا من خلال هذه الزيارة، من خلال هذا يعني الاهتمام الكبير بالملف اليمني، أعتقد أن سوريا تباطأ، يعني روسيا تريثت كثيرا وأعطت فرص كبيرة لدول التحالف لحسم الصراع في اليمن والمعالجة أيضا الإشكالات في اليمن، وكان كل يعني اهتمامها يتركز على في الشأن السوري. لكن أعتقد أنه المسألة في اليمن يعني أخذت أبعادا كثيرة، بدأ التحالف فشل قلنا، وهناك ميليشيات كثيرة في الشمال والجنوب، وبدأت تهدد أمن واستقرار اليمن، وبالتالي المجتمع الدولي قلق جدا على يعني انهيار الأوضاع في اليمن، خاصة وأن اليمن تقع على ممر مهم يعني يمر عبرها أغلب يعني النفط إلى العالم، وبالتالي أيضا بجانبها دول النفطية الغنية
الإقليمية وهي دول الخليج، وعلى الجانب الآخر القرن الأفريقي التي يمثل أيضا أهمية كبرى للمصالح الدولية، وبالتالي لا يمكن أن تترك هذه الدول الكبرى هذه الميليشيات وتعبث بأمن واستقرار اليمن. وهذا ما أكد عليه السفيرين بأن مصالح بلادهما يعني تقوم أيضا على الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. نعم، إذا نسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ راجح حبادي الناطق باسم الحكومة اليمنية من عدن. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك معنا، ونود أن تحدثنا حول زيارة السفير الأمريكي والروسي لعدن اليوم وأمس، حول هدف هذه الزيارة. تحية لكم ولمشاهدي قناة بلقيس. هذه الزيارات لسفراء الولايات المتحدة والسفير الروسي، وخلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله سيكون هناك أيضا يعني عدد من الوزراء، عدد من الوزراء في الدول الصديقة، إلى إضافة إلى يعني بعض سفراء الدول الشقيقة والصديقة الأخرى. هذه الزيارات تأتي تعبيرا عن تأييد هذه الدول للسلطة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ودعما لجهود الحكومة بقيادة الدكتور معين عبد الملك التي تسعى خلال الفترة الماضية لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سلطة الدولة واستعادة المؤسسات، إضافة إلى استعادة مؤسسات الدولة. هذه الزيارات تحمل رسائل سياسية واضحة عبر عنها السفراء في تصريحاتهم بالإعلام التي يعني أطلقوها عقب اجتماعاتهم مع رئيس الحكومة ومع بعض أعضاء الحكومة. نعم، يعني هناك من يتساءل حول هل لهذه الزيارة ما بعدها أم أنها حدث عابر ينتهي بمجرد مغادرة هؤلاء عدن؟ بالتأكيد هذه الزيارات لها ما بعدها، هذا تعبير واضح للتأكيد لدعم الشرعية، التصريحات التي صدرت، الحديث عن اعاده فتح القنصليات في بعض المناطق، من قنصليات بعض الدول في عدن، البدء في الحديث عن كيف تستطيع هذه الدول تقديم المساعدات اللازمه لمساعده الحكومه، سواء في الجانب الاداري والجانب المالي والجانب التقني والجانب الامني والجانب مكافحه الارهاب. نعم، هناك من يتساءل أستاذ راجح حول تناقض الموقف الدولي في حين نجد هذه الزيارات التي تؤكد دعم المجتمع الدولي للشرعية، نجد أيضا تصرفات تدل على يعني عدم الاعتراف أو الضبابية في المواقف، سواء بالنسبة لميليشيا الحوثي أو يعني الكثير من اتفاقات ستوكهولم والكثير من المواقف التي تجعل هناك شك أو شبهة في هذه المواقف الدولية. أعتقد أن المواقف الدولية مواقف واضحة، تأييد الشرعية، رفض الانقلاب، أمن واستقرار ووحدة اليمن، هذه المواقف الدولية التي تصدر عن المؤسسات. هذه دول ودول تعرف كيف تعبر عن مواقفها وبطريقة رسمية وبطريقة واضحة. نحن خلال هذه الزيارات أو سواء زيارات التي يقوم بها فخامة الرئيس أو رئيس الوزراء أو الأعضاء الحكومة إلى هذه الدول، يعني حتى هذه اللحظة نتلقى كل الدعم من هذه الدول، سواء السياسي، الدعم الاقتصادي، يعني الآن يعني حتى هذه اللحظة لا توجد أي دولة من دول العالم يعني أبدت اعتراف بهذه الميليشيات الحوثية أو غيرها من الميليشيات. نعم، لكن اسمح لي يعني لكي اوضح يعني نقاط الاستغراب استاذ راجح، السفير الروسي كان لديكم صباحا وعصرا لدى المجلس الانتقالي، السفير الامريكي يتحدث بلغه ايجابيه عن الشرعيه ولم يصدر اي موقف ضد ميليشيا الحوثي يعني ونقدهم لاتفاق ستوكهولم، رساله وزير الخارجيه التي تندد بموقف جريفيث
المناقض لاتفاق استوكهولم، كل هذه المواقف ألا تدل أيضا على ضبابية؟ نعم، للأسف فقدنا الاتصال بالسيد راجح بادي الذي كان معنا من عدن. ما رأيك أنت أستاذ دكتور عادل، هل تجد هناك ضبابية أو تناقضات في المواقف الدولية؟ في الحقيقة الدول دائما تسعى إلى تحقيق مصالحها في العالم، وبالتالي يعني المفترض انه دول التحالف يعني تتلقف هذه الجهود وتوجهها في يعني ما يحافظ ايضا على مصالحها في اليمن وامنها واستقرارها والحفاظ ايضا على امنها القومي، لكن اعتقد انه هناك فشل وهناك تعدد الاجندات في دول التحالف وايضا انحراف عن المسار التي اعلنته ايضا كاطار للعمل في اليمن وهو استعاده الدوله اليمنيه. اليوم نشهد كيانات كبيره تهدد هذا المسار وتوجه طعنا نقلاء ايضا للشرعيه وفي حقة الامر استفزاز ايضا كبير لهذه المساعي في 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 وفي جانب منه ايضا يعني يمثل ايضا يعني مصدر قلق للدول الكبرى، يعني حينما يعني تذهب ميليشيات الحراك الى دوله عظمى وهي روسيا هذا يمثل يعني مصدر قلق، لان هذه الدول في الحقيقه هي تسعى الى دعم جهود الدوله اليمنيه والحفاظ ايضا على وحده واستقرار اليمن كما عبر عنه تماما يعني السفيرين، وبالتالي يعني دفع الامارات بهذه الميليشيات ايضا ومحاوله شرعنتها هو يشظ اليمن ويقسمه ايضا، وبالتالي هذا ايضا يؤدي الى مزيد من الصراع ومزيد من تفشي الفوضى في الساحة اليمنية، وهي تقع قلنا على منطقة حساسة جدا بالقرب من دول الخليج والقرن الإفريقي ويمر عبرها أغلب مصالح العالم، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الجهود وينظر بقلق أيضا لهذه المساعي. وبالتالي هو الآن يعني أعتقد أنه زيارة السفير الروسي إلى عدن هو محاولة لي أيضا استباق أي يعني ظنون في هذا الاتجاه ويحاول دحض كل هذه الشبهات التي يروج لها الطرف الآخر الممثل بالحراك الانقلابي. هذه العنتريات ليس لها مجال في المحفل الدولي، وبالتالي اليوم تؤكد الدولتين الكبريين في العالم على الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار اليمن وأن مصالح هذه الدولتين يتحقق من خلال هذا البعد، وهذا وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن يفترض أيضا أن يكونوا داعمين حقيقيين لتكون عدن عاصمة مؤقتة بفعل من خلال فتح السفارات، إعادة شركات الطيران، ويعني حتى يشعر الناس أن هناك عاصمة يستطيعون من خلالها الوصول إلى كل العالم، لا أن تتحول إلى مقاطعة منفصلة. ورأينا ربما التأشيرات التي بدأت توسم بها بعض الجوازات الداخلين بأنهم يعني تأشيرة لزائر وهو يمني، يعني هذه كل التصرفات يعني تبعد تماما وضع عدن كعاصمة مؤقتة. لهذه يعني شأن داخلي يتعلق بدور السلطة الشرعية وتصحيح أيضا علاقتها مع دول التحالف، وهذا ما عبر عنه الوزير. ينبغي أن يكون هناك مواجهة حاسمة مع دولة الإمارات التي تحرف قلنا انحرفت عن هذا المسار وبدأت أيضا يعني تدعم هذه الأجندات التي أقلقت المجتمع الدولي وأيضا يعني أضرت بمصالح الشرعية في الداخل اليمني وأيضا علاقاتها بالمجتمع الدولي. أعتقد أنه هذا مسألة تعني الشرعية في الأساس وأيضا تعني دول التحالف والالتصاق مع دول التحالف في هذه المسألة. يعني أعتقد أنه الحكومة الشرعية تتعامل بحصافة وتتعامل بمسؤولية وتحاول أيضا الحفاظ على العلاقة الإيجابية مع دول التحالف وعلى يعني إبقائها هادئة، لكن أعتقد أنه الإمارات تتصرف بمنطق العصابات من خلال دعم هذه الأجندات ومن خلال أيضا إثارة العبث الكبير في الساحة اليمنية. هذا السلوك هو الذي أخرجها من الصومال وأخرجها أيضا من جيبوتي ويعني حرمها من مصالحها في القرن الإفريقي، وهي تواجه أعتقد قصدي مستمرة على هذا النهج. بالتالي الحكومة الشرعية مطالبة الآن بتصحيح هذه العلاقة كما قال الوزير وأيضا بوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالحفاظ على أمن واستقرار اليمن وسيادته ووحدته واستقراره. نعم، إذن كيف يمكن أن يعني تستغل الحكومة هذا الدعم الدولي وتلتقط الفرصة لتعمل على تعزيز تواجدها في عدن، وخاصة وهي تواجه تقويض يعني أبو ظبي لشرعيتها في عدن؟
أعتقد أنه هذه الخطوة، يعني هذا الاحتفاء الكبير وهذه التصريح من قبل السفير الأمريكي والسفير الروسي بالحفاظ على الوحدة اليمنية وعلى الأمن والاستقرار في اليمن في ضمن أيضا الدولة الاتحادية، هو يعني بعد مهم جدا لكل الجهود التي حاولت الإمارات تخليقها في الساحة الجنوبية، وأيضا ضربة موقعة للحراك الجنوبي التي حاول أيضا أن يعني يبني يعني أحلام وطموحاته على حساب أيضا التطلعات اليمنيين والسلطة الشرعية في والمشروع اليمني في المحافظات المحررة. أعتقد أنه أيضا فتح القنصليات في عدن سيكون أيضا داعما لدور الدولة والسلطة الشرعية وتفعيل مؤسساتها ودورها، لأن هذه الدول لا تتعامل إلا مع السلطة الشرعية ولن تتعامل مع ميليشيات متعددة في الساحل الجنوبية، وبالتالي هذا سيعزز أيضا من دور الدولة اليمنية من دور السلطة الشرعية. السلطة الشرعية فقط عليها أن تواجه هذه الأجندات السيئة، عليها أن يعني أعتقد أنه آن الأوان يعني وقفة مع دولة الإمارات وأيضا وقفة مع هذه الميليشيات المتعددة. السلطة الشرعية الآن تحاول أيضا عبر اللجنة الرئاسية في دولة في محافظة المهرة لإيجاد أيضا حل للأزمة المحتقنة هناك ولتحقيق أيضا مطالب المهريين الذي أيضا تطالب بطرد أيضا الميليشيات القوات السعودية من هذه المحافظة. أعتقد أنه هناك جهود تسير في هذا الاتجاه. إذا نسمح لنا ننضم معنا أيضا الصحفي منصور صالح من القاهرة. مساء الخير أستاذ منصور. مساء الخير، أهلا بك. وبداية، كيف تتابع زيارة السفيران الأمريكي والروسي إلى عدن، يعني حول دلالات هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك بالخير أختي آسيا وعلى ضيف الكريم الأستاذ عادل. هذه الزيارات تأتي في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه المجتمع الدولي والدول العظمى لعدن كعاصمة لدولة الجنوب وكمدينة باتت هي ربما من يقطع القرار على مستوى اليمن في ظل فشل في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية على صنعاء والأجهزة الشرعية عن تحقيق القرارات او الانتصار القرارات الدوليه التي صدرت لمصلحتها في اطار مساعدتها للعوده الى صنعاء. عدن اليوم باتت مركز قرار ومركز ثقل، وهي تستعيد مكانتها التي حرصت للاسف الحكومه في فتره لاحقه على اثاثها وعلى اظهارها بالمدينه غير الامنه او المدينه الفاشله، كما انه تمثل نجاحا مهما للمجلس الانتقال الجنوبي وللمؤسسه العسكريه والامنيه التابعه له التي استطاعت ان تجعل من عدن مدينه جاذبه لكل العالم لزيارتها وللاطمئنان على الاوضاع فيها عن كثب. وفي واقع الامر انه كان السفير الامريكي او السفير الروسي فقد ابدوا اندهاشهم لما رأوا في عدن من حالة ربما تعكس خطأ المعلومات التي كانت ترد عليهم فيما يتعلق بوجود الحكومة الشرعية في عدن أو إمكانية أن تكون تفرض سيطرة من أي نوع على هذه المدينة. المسؤولون الدوليون أستطيع أن أقول أنهم انتهشوا كثيرا حالة الحضور الطاغي للمجلس الانتقال الجنوبي وللقوات الجنوبية في عدن وتمكنها من سيطرتها المطلقة على عدن وعلى الجنوب، على عكس ما كان يرد لها من معلومات حول حضور الشرعية الذي بدأ هزيلا للغاية في هذه المدينة. نعم، إذا اسمح لي فقط أصحح لك بعض المعلومات. يعني هم ذهبوا إلى عدن كونها عاصمة لليمن وليست كونها عاصمة للجنوب. مسألة أن يعني الآن أصبحت عدن مدينة جاذبة ربما برئاسة الحكومة الجديدة وليس بوجود الانتقال الذي هو كان موجود من قبل، يعني منذ وجود الحكومة السابقة. أيضا تصريح السفير الأمريكي من عدن بأن واشنطن لا تدعم الجماعات الانفصالية وتدعم وحدة اليمن واستقرارها، كيف تعلق على يعني تصريح السفير الأمريكي بهذا الخصوص؟ أعلق أولا على كل ما جاء في حديثك أنه جاءوا إلى عدن ليس للقاء الحكومة فقط وإنما للقاء أيضا المجلس الانتقال الجنوبي، ومساء هذا اليوم كان لقاء مهم ومستمر للغاية مع السفير الأمريكي فلاديمير دوتشكين مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. الحكومة التي جاء لمقابلتها
السفير الامريكي في عدن هي ايضا في ضياف المجلس الانتقالي الجنوبي وهي في حمايته وليست في حمايه نفسها، هي لا تملك سوى كيلومتر في 2 كيلومتر في داخل المعاشيق وما عدا ذلك هي لا تملك سلطه من اي نوع اخر. تصريحات السفير الامريكي هو يبدو انه اعلام الشرعيه والاعلام المعادي للجنوب والقضيه الجنوبيه يحاول ان يبتهج ويحتفل بما يصدر عن الاخرين بعد ان فشل في تحقيق انتصارات خاصه وذاتيه. عفوا يعني لا تحدثني عن تحليل للخبر، حدثني عن الخبر نفسه، يعني انت سمعت السفير الامريكي وهو يتحدث عن وحده اليمن واستقرارها، يعني دع مساله كيف حللنا الخبر، كيف احتفينا به ام لم نحتفي، هذا شان اخر. ما هو تعليقك على هذا التصريح الواضح؟ تعليقي اولا انه السفير الامريكي قال نحن لا ندعم القوى التي تسعى لتفكيك اليمن، بمعنى انه كان يرد على اتهام وجه اليه بانه امريكا تدعم قوى تسعى لتفكيك اليمن، بمعنى اخر السفير الامريكي لم يقل نحن ضد ولكن قال نحن لا ندعم، بمعنى فقط ينفي هذه التهمه عنه. في معنى اخر لهذا الخبر، تحدث عن وحده اليمن واستقرارها استاذ منصور، ايضا تحدث عن انهم مع وحده اليمن واستقرارها. الله يطال اعطاك يرضى عليك اختي اشياء لا تربكني بالحديث. السفير الامريكي وكان السفير الروسي هم يتحدثون ايضا في اللغه الدبلوماسيه، ولا اتوقع ولا اتصور لا انا ولا انت ولا اي متابع ان يقول السفير الامريكي نحن ندعم القوى التي تدعم الانتصار ونحن ايضا ضد وحده وامن واستقرار اليمن، هناك قرارات دوليه تتحدث في هذا الاتجاه تؤكد على دعم استقرار ووحده اليمن، لكن نحن وهنا قرارات ايضا تتحدث عن عوده الشرعيه الى صنعاء وتسليم والانسحاب من المدن وتسليم السلاح، كل هذا يبقى في اطار الحديث للاستهلاك السياسي والاستهلاك الاعلامي لا غير، وفي اطار الحديث الدبلوماسي الذي لا يعني في واقع الامر اي شيء، ما هو موجود على الارض لا علاقه له بوحده وامن واستقرار اليمن، ما هو موجود على الارض في الجنوب هو انه هناك قوه سياسيه مهمه وذات ثقل كبير تسيطر على المساحه الجنوبيه من عدن الى المهرة وتبسط سلطتها بقوه وبحولها التساق شعبي كبير يمثل حمايه لما تحقق من منجزات. نحن اليوم نتمنى فقط ان نتجاوز مساله الحديث عن امن وعن وحده اليمن باعتبار ان هذه المساله قد انتهت وباتت في حكم الماضي، نحن فقط اليوم نريد ان نتشارك معا شمال وجنوب في القضاء على مشروع الحوثي الانقلابي الطائفي وتمكين اخوتنا واهلنا في الشمال من بناء الدوله. نعم اذا قويه نستطيع ان نتكامل معها في بناء علاقات وديه اخويه تحفظ مصالح الشعبين الشقيقين في الشمال وفي الجنوب. مساله الرهان على انه يمكن اعاده فرض الوحده، يبدو لي استاذ منصور انك انت من تتلقي الخبر كيفما تريد وتحلله كيفما تريد او كيفما يحلو لك سماعه. شكرا جزيلا لك منصور صالح الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ دكتور عادل. دكتور، يعني الأمور تكون واضحة ومع ذلك يصر يعني المجلس الانتقالي ومن يدعمه بأن المجتمع الدولي يقف معهم، ويتحدث الأخ منصور يعني بأن مسألة وحدة اليمن هذه مسألة قد انتهت وهم يعيشون الآن يعني دولة منفصلة تماما عن الواقع، ما هو تعليقك؟ في الحقيقة الموقف الأمريكي والروسي كان واضح، هذه دول كبرى ويعني وهذا التصريح هل يمكن أن تفهم كأنها مسألة دبلوماسية كما يجد الدول الكبرى تراقب ما يحدث في اليمن وهناك قلق كبير من قلنا تفشي التعدد الميليشيات في اليمن بما أيضا قد يهدد أمن واستقرار اليمن وينعكس ذلك أيضا على المصالح الدولية، الموضوع له علاقة بالمصالح هذه الدول الكبرى في هذه المنطقة الحساسة من العالم، وبالتالي هناك يعني مواقف واضحة للسفير الأمريكي والروسي فيما يتعلق بالحفاظ على الوحدة اليمنية ودعم أيضا جهود الشرعية. كانت هناك كلمة واضحة من السفير الأمريكي ومن عدن قالها أننا لا ندعم يعني هذه الجماعات التي تهدف تسعى إلى تقسيم اليمن، في إشارة إلى الجهود المجلس الانتقالي، وليس هناك يعني تصريح يعني أوضح من ما
قاله السفير الأمريكي وهو يمثل الدولة الأولى في العالم، وبالتالي يعتقد أنه السياق الذي يحمي الدول هو هذا الدعم من هذه الدول الكبرى، وبالتالي أعتقد أنه لا مجال لهذه الأحلام والعنتريات التي يروق لها وتسوق لها الميليشيات في الساحة الجنوبية. المجتمع الدولي واجه مشكلة كبرى في الميليشيا في الشمال، وهناك جهود أيضا تدعمها دول العالم والأمم المتحدة لحل هذه الإشكالية. لا يمكن أيضا أن يدفع به يعني دعم لنزاعات أخرى وميليشيات أخرى في طرف آخر من اليمن تهدد قلنا أمن واستقلال اليمن ومصالحهم أيضا في هذه المنطقة من العالم. هذا جانب مهم. الجانب الآخر هو يعني ما يتعلق أيضا بالمشروع اليمني، بالدولة الاتحادية، بالسلطة الشرعية التي أيضا يدعمها كل دول العالم بما فيها أيضا دول التحالف والإمارات نفسها التي تمرر هذه الأجندات بشكل خفي. وبالتالي أعتقد أنه العالم يتعامل مع هذه المعطيات، يتعامل مع هذه المرجعيات، ولا يتعامل مع الميليشيات، وهذا واضح قلنا من خلال هذه الحركة الواضحة في عدن. وبالتالي أعتقد أنه يعني هذه الميليشيات لا تقرأ هذه الأبعاد، لا تقرأ هذه الأدوار الواضحة للمجتمع الدولي وللقوى الكبرى في العالم، وتحاول أيضا القفز على هذه المعطيات. إذا اسمح لنا أن ينضم معنا معالي الوزير صالح الجبواني وزير النقل من عمان عبر الهاتف. مساء الخير معالي الوزير. أستاذ صالح، نعم أستاذ صالح، هل تسمعنا؟ نعم يبدو أنه لا يسمعني، سنحاول التواصل به مجددا. إذن أستاذ عادل، يعني مسألة يعني أن يكون الوزير الروسي أو نائب وزير الخارجية عفوا يلتقي بعيد روس وجماعته بالأمس، ثم يلتقي اليوم بالشرعية ويتحدث عن دعمه للشرعية وفتح القنصلية في عدن، يعني مثل هذا الموقف ألا يعطي أيضا مساحة ضوء للمجلس الانتقالي؟ أنا أعتقد أن هناك جهود دولية تبذل لحل الصراع في اليمن، وهي تلتقي في كل المكونات اليمنية بما يدعم هذه الفرضية، يعني إحلال السلام في اليمن، باعتبارهم أيضا يعني قد تكون عناصر مهمة أيضا في دعم جهود التسوية في اليمن. وبالتالي السفير الأمريكي والسفراء يلتقون أحيانا مع أشخاص حتى مثل البخيتي وغير ذلك، فهذا لا يعني أنهم فالمجتمع الدولي يتعامل مع كل هذه المعطيات في الداخل اليمني، ويوجه أيضا في اتجاه التسوية السياسية ويستفيد منها في دعم العملية السياسية في اليمن للترعاه الأمم المتحدة، وهذا طبيعي في الشأن اليمني. هم أيضا يلتقون بقيادات حوثية ويلتقون أيضا بقيادات حركية باعتبارها لها مساحة موجودة على الأرض، ويمكن أن تشكل يعني عنصر مهم جدا في دعم التسوية السياسية، ومن هنا أيضا تأتي هذه الزيارات. لكن أعتقد أنه هناك عامل مهم جدا، هذه الكيانات هي مدعومة ومرتبطة أيضا بأجندات إقليمية، وهذا واضح جدا، وهذا الذي يعطيها عامل البقاء في هذه المحافظات من خلال الدعم الكبير بالتسليح والمال وأيضا التدريب في هذه المحافظات. وبالتالي لو رفع هذا الدعم من قبل دولة الإمارات أعتقد ستتلاشى في الأفق. نعم اسمح لنا، عاد إلينا معالي الوزير صالح الجبواني وزير النقل عبر الهاتف من عمان. مساء الخير أستاذ صالح. مساء النور أستاذية، وتحية لك ولضيفة الأستاذ عادل والمشاهدي الكرام. أهلا بك. إذن كيف تقرأ زيارة السفيرين الأمريكي والروسي لعدن اليوم وأمس أيضا؟ هي بادرة إيجابية ومشجعة أن يأتوا السفراء إلى عدن، وقد طالبنا هذه الخطوة من قبل، لكن ربما الظروف لم تكن مواتية من سابق. وصلوا إلى عدن وأكدوا على سياسات بلادهم تجاه دعم الشرعية اليمنية ووقوفهم إلى جانبها، وكانت تصريحات السفير الأمريكي تصريحات ممتازة وواضحة. هناك لبس إلى حد ما في تحركات السفير الروسي، لا ندري هل هذا يأتي في إطار سياسة روسية لنصح ما يسمى بالانتقالي وميليشياته على أساس أن يكونوا ضمن إدارة
في الدولة والشرعية، أمل وراء الأكلمة ما وراءها. نعم. إذن يعني كان لكم تصريح حول علاقة شرعية بالإمارات، هل هناك تغير في شكل هذه العلاقة أم أنها لازالت كما هي؟ نحن رحبنا بدولة الإمارات العربية المتحدة حينما جاءوا كأشقاء من التحالف لكي نخلص بلادنا من هذا الانقلاب الحوثي الذي تدعمه إيران. للأسف الشديد بعد أشهر بدأت الإمارات في ترتيب وضع مغاير يعني على الأرض. طبعا أكيد هناك في ميليشيات خارج إطار سلطة الدولة، هناك واقع جديد يتأسس في المناطق الحرة خصوصا المحافظات الجنوبية، وهذا كله يضعف من الشرعية ويعزز للأسف الشديد من موضع الحوثي الانقلابي ومن قدرة الحوثي على الاستمرار والصمود. لأنه حينما تضعف الشرعية، حينما تضعف الشرعية من الخلف، كل هذا لمصلحة الحوثي ومصلحة المشروع الإيراني على كل حال. فما يجري على الأرض شيء، وما يقال من الإعلام والاجتماعات شيء آخر. مثلا هناك من يقول انه نحن ندعم الشرعيه اليمنيه، ندعم الرئيس عبد الرب منصور هادي، اننا متمسكين بالمرجعيات الثلاث. هذا الكلام يقال بالاجتماعات الرسميه، يقال على وسائل الاعلام، لكن على الارض هناك عمل مختلف جدا جدا. وكل هذه الاعمال التي تجري تضعف الشرعيه، تضعف الكيان اليمني هذا اللي شرع الجمهوريه اليمنيه الشرعيه التي يعترف بها العالم كله. كل هذه التصرفات، كل هذه السلوكيات على الارض تبعث هذا الكيان اليمني. طبعا اي وطني، اي يمني شريف في هذه اللحظه لكي لا تتسرب البلاد من بين ايدينا، يجب ان يكون له موقف وان يكون له راي بغض النظر عن موقعه، عن مكانه، سواء كان كبير أم صغير، أم يا فلاح في حقل أو جدي في مترس أو سياسي في مكتب، أو كل يمني في هذه اللحظة حريص على اليمن، حريص على المشروع الاتحادي الجديد الذي يقوده الرئيس عبد الرب منصور هادي والدولة الاتحادية بأقاليمها الستة. يجب أن نقف لكي لا تتسرب البلد وتتفتت أمام أعيننا، ونحن نراقب هذا الوضع ونسكت بحجة أنه هناك في سياسة ودبلوماسية وإلى آخر من هذا الكلام. أبدا، ولا الوطن في هذه اللحظة يتعرض إلى 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 خطر التفتيت والتمزق أكثر من أي وقت مضى. نعم. إذن يعني برأيك كيف سيثق المجتمع الدولي بالشرعية وهي لم تثبت حضورها فعليا في عدن وفي بقية المحافظات، وأيضا الرئيس لم يتمكن من العودة؟ هي عوامل موضوعية وليست ذاتية. الشرعية لو كان الأمر بالكامل بيد الشرعية كان الرئيس في عدن، وكانت الحكومة بعدن، وكانت الجيوش تبع الشرعية، وما فيش كانت بتكون ميليشيات ولا شيء. هذا وضع تم فرضه على الشرعية. وللأسف الشديد الكثير من المثقفين ومن الكتاب ومن السياسيين اليمنيين الذي يفترضوا أن يقفوا مع الشرعية، للأسف نجدهم يطعنوا في هذه الشرعية ليل ونهار. وكان الشرعية هي من اختار المقاف الرياض، وكان الشرعية هي من اختارت المنافي والشتات. الحكومة موجودة في عدن، ونحن موجودين في عدن، و نبذل بصار جهدنا كل في مجال اختصاصه وعمله. لكن ايضا تواجهنا ظروف تم خلقها لنا للاسف الشديد، يعني والكل يعرف توجد ميليشيات لا تتبع الدوله، يعني تم صنع رضا سياسي الى ما يسمى بالمجلس الانتقالي. الان المجلس الانتقالي تم تسويق له بالعواصم الكبرى وزيارات، واليوم سفير روسي يزورهم، يعملون له مراسم الدولة في عدن. هذا الوضع يجب ان نقف كلنا ضده، يجب ان لا يستمر. اذا كنا حريصين على هذا البلد وعلى المشروع الاتحادي الجديد، اما انه
نتفرج ونسكت ونحاول نداري ما يجري. هذا 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 التواطؤ. انا يعني لا اجد من سكوت اذا الوضع اللي دائم حاليا اي توصيف الا اني بقول اي شخص يستطيع ان يقف في وجه هذا المشروع التكتيكي الجديد الا انه سيكون متواطئ بكل معنى الكلمه. نعم. إذا شكرا جزيلا لك معالي الوزير صالح الجواني وزير النقل، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. عودة إليك دكتور عادل، يعني في مسألة التناقضات أيضا لو تحدثنا عن ملف اتفاق السويد، وزير الخارجية قال إن هذا الاتفاق فشل وبعثوا برسالة للأمم المتحدة. جريفيث يقول إن هناك تقدم في تنفيذ الاتفاق، يعني الأمور لا ندري يعني إلى أين تتجه بالضبط. هل فشل هذا الاتفاق أم هناك تقدم؟ في الحقيقة هناك تحديات كبيرة كان يعني تواجه هذا الاتفاق منذ البداية، وأعتقد أنه أهم وأبرز هذه الإشكاليات كانت في الغموض الذي تكتنف أيضا بنود هذا الاتفاق، وهذا ما يعني شكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ يعني مخرجات السويد في الحديدة. الإشكالية الأخرى يعني المكان، الموقع الاستراتيجي للمحافظة الحديدة وأهميتها على كل الأطراف. فالحوثيين يعني يعولون على هذه المحافظة تعويل كبير، ويرون أن خروجهم من الحديدة هو انتحار سياسي، وأيضا دول التحالف يعني تريد ضمها أيضا إلى إمبراطوريتها وبخاصة دولة الإمارات، وأيضا تهدف لمحاصرة الحركة الحوثية وقطع يعني اتصالها بالعالم، وأيضا موارد يعني تجميد مواردها الاقتصادية التي يعني تأخذها من هذه المحافظة. هذه يعني هذا البعد مهم لهاتين الدولتين. أيضا المجتمع الدولي يرى أيضا يعني يعول على بقاء الحديدة خارج الصراع وخارج اشتعال المعارك، يعني أهمية كبيرة باعتبارها يعني الشريان الحيوي التي تنفق منها الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني، خاصة وأن الملف الإنساني والوضع الكارثي في اليمن يعني جانب مهم جدا وبعد مهم يؤثر أيضا في مواقف الدول الكبرى في العالم. وبالتالي كل هذه الأبعاد التي ترتكز على أهمية إبقاء الحديدة بعيد عن الصراع تشكل أيضا يعني عنصر مهم جدا في التريث في معالجة كل هذه الاختلالات والخروقات التي تتجدد كل يوم. نعم. إذن شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لأن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.